طالب الاتحاد الأوروبي بإجراء تحقيق شامل وشفاف ومستقل في وفاة الناشط الليبي سراج دغمان أثناء احتجازه، معبرا عن قلقه من ظروف وفاته. وذكرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا في بيان أن اعتقال دغمان شأنه شأن العديد من ممثلي المجتمع المدني والناشطين الذين اعتقلوا دون توجيه اتهام رسمية وإجراءات قضائية، معتبرة أن الاعتقالات أو الاحتجازات التعسفية تتعارض مع القانون الليبي، داعية إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيا في البلاد. في حين أكد جهاز الأمن الداخلي في بنغازي أن دغمان سقط أثناء محاولته الفرار ما أدى إلى وفاته، فيما أشار مقربون منه ومنظمات حقوقية إلى أن جثمانه وجدت عليه آثار تعذيب. أناقش هذا الأمر مع ضيفي من بنغازي ونعود إليها أيضا، المحلل السياسي الأستاذ أحمد المهدوي. مرحبا بك أستاذ أحمد معنا دائما. أي تفاصيل ومعطيات جديدة يعني وفقا لاطلاعكم على ما حدث مع الناشط دغمان؟ تحياتي لك سيدي، تحياتي لمشاهدي الحدث. أعتقد بأن ما حدث للفقيد السيد سراج دغمان رحمة الله عليه جاء وفق تقرير أو وفق بيان الأمن الداخلي، وتأكدنا من صحة هذا البيان بأن السيد سراج رحمة الله عليه بالفعل قد حاول الفرار أو الهرب من نافذة أحد المكاتب أو الحمامات في الدور الرابع وسقط على أثره. وأعتقد بأن أهل أو ذوي المتوفي ذهبوا واستلموا جثمان وفق التقرير الطبي الشرعي الذي أثبت الإصابة وهي أثر سقوط، ولم يثبت أو لم يرد في تقرير الطب الشرعي أي وجود لأثار تعذيب أو انتهاكات لحقوق الإنسان، وهذا بشهادة ذوي الفقيد سراج دغمان. أعتقد بأن ما يستند أو كيف نفهم تصريحات المقربين منه كما ذكرت منذ قليل في الخبر، ومنظمات حقوقية عدة منها رصد جرائم ليبيا تقول بأنه وجدت على جثته آثار تعذيب؟ نعم سيدي، شوف، هذه المنظمات أو من يقول بأنه من المقربين هي منظمات حقوقية تتبع للتيار الإسلامي الراديكالي، يعني لم يصدر تصريح عن أهل يعني أهل الفقيد بأنهم قالوا هذه التصريحات. كل هذه التصريحات جاءت من منظمات حقوقية تتبع ل يعني الإسلام السياسي، وهي بالتالي كما نقول تصطاد في الماء العكر وتحاول أن يعني تؤجج هذا الأمر سياسيا، لكن وهو في نفس الوقت أستاذي العزيز يتغض البصر عن ما يحدث من انتهاكات واقعية تحدث في غرب البلاد، وهذا أيضا الاتحاد الأوروبي الذي أصدر. نعم، الاتحاد الأوروبي، على ذكر الاتحاد الأوروبي اسمح لي على مقاطعتك، الاتحاد الأوروبي، بعثة الاتحاد الأوروبي تحديدا لدى ليبيا هي من طالبت أيضا يعني بالتحقيق. بالطبع، نعم، ما كنت سأتي إليك، أن الاتحاد الأوروبي عندما يستند في تقاريره سواء كان منظمة العفو الدولية وهو من واتس رايت أو غيرها من المنظمات الحقوقية كلها تستند على تقارير، أما عن طريق يعني السوشيال ميديا أو عن طريق تقارير تردها من منظمات حقوقية معادية، هي لا تأتي ويعني تستقصي حقائقها من الأرض أو لا تقوم بمخاطبة الجهات المعنية في شرق البلاد لاستبيان الحقيقة. كل ما تعتمد عليه هي تقارير مفبركة ترسل إليها لغرض تأجيج الرأي العام. يعني إذا كان هذا الملف سنتطرق إلى ملفات عديدة انتهكت فيها حقوق الإنسان. طيب، سواء كان خلينا بس معلش أستاذ أحمد نركز على موضوع الناشط الراحل دغمان. يعني البعض يقول وفقا للتقارير طبعا بأنه يعني اعتقل تعسفيا، وأيضا الأمر الأهم من ذلك دون إحالته إلى القضاء. كيف تقرأ ذلك إن كنت ما زلت معي يا أستاذ أحمد؟ طيب، انقطع الاتصال مع الأستاذ أحمد المهدوي، سنحاول العودة إليه في حال استطعنا مع إذن من بنغازي. طيب، يبدو أن الاتصال نحاول الاتصال به. طيب نحاول نذكر بأننا نناقش بهذا الحوار موضوع الناشط الليبي الذي أعلن عن وفاته في بنغازي، وأيضا وفقا للاتحاد الأوروبي فقال إن
إن ظروف وفاة الناشط الليبي دغمان يعني مقلقة، وطالب الاتحاد الأوروبي بالتحقيق في اعتقاله وأيضا ظروف اعتقاله وظروف وفاته أيضا. وكما ذكر الأستاذ أحمد المهدوي أن الوفاة كانت نتيجة لمحاولة هرب. أعود إليك أستاذ أحمد. نعم. طيب يعني أريد أن أسألك أيضا فيما يتعلق بهذا الأمر تحديدا. البعض يقول وفقا للتقارير الرسمية بأن الناشط دغمان اعتقل تعسفيا ولم يحل إلى القضاء. شوف سيدي، هو لم يتم اعتقاله تعسفيا. هو يعني سيد سراج دغمان رحمة الله عليه اعتقل مع مجموعة من الأشخاص على ذمة قضية ما زال التحقيق فيها مستمر إلى هذه اللحظة، وهم يحالوا أو أحالوهم إلى النيابة العسكرية أو النيابة العامة عفوا، والنيابة تحقق في هذا الموضوع. يعني ما زال الموضوع قيد التحقيق. أيضا هناك يعني من قام أو من ذهب لزيارة السيد سراج دغمان رحمة الله عليه ورفقائه داخل السجن، وأكدوا بأنهم يعاملون معاملة حسنة وفق حقوق الإنسان. أيضا من ذوي الفقيد سراج ذهبوا إليه. يعني كل هذا الكلام سيد عز ليس مفبرك أو ليس بالضغط، يعني يستطيع هذه المنظمات الحقوقية أن تأتي ويعني تنظر بنفسها هل الاعتقال تعسفي أو غير تعسفي، هل يقبعون يعاملون معاملة وفق تقارير أو وفق ما تقتضيه حقوق الإنسان. كل شيء وارد، ولكن كما قلت المنظمات الحقيقية تحاول أن تصطاد الماء العكر، هي لا تريد أن يعني تستبين الحقيقة، وإنما تريد أن تحدث نوع من الفوضى الخلاقة في ليبيا. تريد لا تريد لما يعني بنغازي تشهد هذه الأيام نهضة عمرانية، تشهد استقرار، فتحاول يعني بالطبع تحاول أن تعكر صفو هذا الاستقرار بهذه التقارير، وهي كما قلت تتغاضى عن ما يحدث من انتهاكات جسيمة في العاصمة طرابلس وضواحيها. طيب. يعني لا تنظر إلى ما يحدث في طرابلس. هناك من هم مغيبون من 2012 لم تتحدث عنهم لا الاتحاد الأوروبي ولم يتحدث عنهم أي منظمة حقيقية. تحدث عن المغيب عجيل الحبشي، نتحدث عن الناشط السياسي عبد المعز بن نون. وضحت الفكرة بهذه النقطة أستاذ أحمد. اسمح لي فقط لضيق الوقت، يعني باب التشكيك الذي لا زال مفتوحا حول ظروف وفاة دغمان دفع العديد إلى أيضا التذكير بما حدث في بنغازي تحديدا حول قضايا قتل وتصفية وخطف شهادات المدينة خلال السنوات الماضية، يعني من بينهم محامون، عضو مجلس نواب، وأيضا وزير الدفاع الأسبق. كيف تعلق على هذا الأمر؟ نعم، يعني ما يحدث أو ما حدث في مدينة بنغازي في وقت سابق أعتقد بأن الكل يعلم بنغازي خرجت من حربها على الإرهاب، و يعني نقلة من مرحلة لا استقرار إلى مرحلة استقرار، فبالتالي تحدث بين الحين والآخر التجاوزات الجنائية، هي يعني تجاوزات فردية لا تحسب على مؤسسة، يعني لا يمكن أن ننسبها إلى مؤسسة ما، وإنما تجاوزات فردية، وتم القبض على مرتكبي من قام بهذه الجرائم وهم محالون الآن، يعني قضاياهم موجودة في القضاء. أما بنغازي الآن أو شرق وجنوب ليبيا الآن وبشهادة المنظمات الدولية، يعني حتى الشركات الأجنبية متواجدة اليوم في مدينة بنغازي وفي درنة وفي سبا وفي كبرى، تشهد استقرار غير مسبوق سواء كان على مستوى الأمني أو حتى على المستوى الاقتصادي. فهذا الشيء يغيظ من لا يريد ليبيا. وضحت الفكرة. هم يعلمون تماما أن استقرار ليبيا يأتي من اسباب الأمن فيها. شكرا جزيلا لك من بنغازي، كنت معنا المحلل السياسي الأستاذ أحمد المهدوي.